أطلقنا اليوم نظام طاقات الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتأهيل الكادر المناسب للوظائف الشاغرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمحافظة على الكوادر الموجودة والعمل على تطوير مهاراتها وخبراتها، وذلك لتسهيل من الإجراءات وآلية العمل المتعارف عليه الذي كان يستغرق من يومي إلى أسبوع عمل، ولكن بالذكاء الاصطناعي وبنظام طاقات اختصر وقت العمل إلى 15 دقيقة.